في تحدي كبير جدا بتواجهه الشركات الزراعية التصديرية، هو إنها بتدفع ضريبة القيمة المضافة على كل مدخلات محطات التصدير من الكرتون والعبوات البانت وورق التجفيف المستورد وغيرها، والمفروض إنها تسترد قيمة الضريبة مع خروج الشحنات التصديرية لأسواق العالم، لكن دايما بيواجهه تأخير في استردادها، لدرجة إن النموذج اللي بنزوره النهاردة ما استردش مليم واحد من قيمة الضريبة المضافة اللي سبق ودفعها، ومستحقاته النهاردة حوالي 8 ملايين جنيه. بتصدر حضرتك فين لأفريقيا؟ بنودي نيجيريا، السنغال. 200 مليون نسمة نيجيريا لوحدها، أكبر تعداد سكان هو في أفريقيا نيجيريا. بنودي جنوب أفريقيا في الوقت اللي هم ما عندهمش المنتجات دي، بنودي الجابون، بنودي كينيا. والحقيقة طبعا هي تحديات، يعني صندوق دعم الصادرات بيدعم النولون بتاع الشحن زي ما حضرتك قلت ب 80%، شحن مكلف جدا. التحدي التاني الشحن البحري بياخد وقت طويل، شحن الجوي غالي جدا، شحن البحري بياخد وقت اطول. مش كتير على العنب شهر شهر ونص في البحر. نعمل معاملات معينه في التعبئه والتبريد للعنب تخليه يستحمل لونج ترانزيت تايم، يعني متوسط وقت الشحن لافريقيا في حدود 30 يوم، من 25 ل 30. احنا الحمد لله بخبره الاستاف بتاعنا قدرنا نعمل معاملات في العنب تخليه يستحمل الوقت ده لبعض الاصناف في العنب. يعني احنا بنتكلم ان حضرتك وصلت النهارده لغرب افريقيا اللي هو البعبع للصادرات الزراعيه المصريه، وصلت لوسط افريقيا، وصلت لجنوب افريقيا. انت محتاج منظومه تامين ولا مش محتاجينها مع افريقيا؟ هو الحقيقه منظومه تامين على الحاصلات محتاجين منظومه تامين قويه لافريقيا تحديدا، لان افريقيا لها طبيعه خاصه. فاحنا سمعنا عن كذا مشروع الدوله بتفكر تقوم بيه، والبنك المركزي، لإنشاء بعض فروع البنوك في أفريقيا لضمان مستحقاتنا، وسامعين إن الموضوع ده ماشي كويس في خطوات جدية، وإحنا بنحاول قدر الإمكان إن إحنا نأمن قدر استطاعتنا المدفوعات بتاعتنا. طب والتأمين على جودة المحصول نفسه عشان يوصل نيجيريا 200 مليون نسمة زي ما إحنا شايفينه كده؟ تأمين البضاعة بقى ده موضوع تاني، إحنا بنعمل إنشورنس مع أكبر شركات عالمية. على إيه بقى؟ على تغيير درجة الحرارة، لحيث ده عارف ده منتج فريش فبيطلع في كناتر تلاجات، فبنحط جهاز قياس حرارة في خلال جوه الكونتينر بيقيس درجة الحرارة كل دقيقة أو كل 5 دقايق عشان يطلع لنا مستوى درجة الحرارة خلال رحلة الشحن. إذا تم تغيير في درجة الحرارة دي أكيد هتأثر سلبا على المنتج، في الحالة دي شركة التأمين تعوضنا. الحالة التانية لو حصل تأخير زيادة عن اللزوم في الشحن، يعني لو مدة الشحن 25 أو 30 يوم وصل الكونتينر في 70 يوم، ده اكيد هيعمل تلف طبعا. في الحاله دي شركه التامين تعوضنا او نرجع على الخط الملاحي، ان احنا نحاول نرد جزء من الخسائر. وبعدين تتعامل مع الخط الملاحي، ملناش علاقه، على كيس باي كيس يعني. يعني المفروض ان شركه التامين تعوض. خليني بقى اسال حضرتك على التحديات اللي بتواجهنا. اكيد الحياه مش ورديه. احنا بنصدر وبنغزو اسواق العالم وعندنا كميات كبيره، وصدرنا 6.5 مليون طن في 2022، لكن في تحديات. حضرتك النهارده بتصدر الموالح والفراولة والعنب والبصل والبطاطا، التحديات اللي بتواجهنا. هو الحقيقة التحدي الأول هو العمالة. احنا العمالة بناخد وقت عشان تدربها، بناخد وقت عشان نلاقيها، ان اغلبيتهم بنات في سن معين، احيانا بيجي التعبئة في فترة دراستهم، بيبقى عندهم امتحانات، فبيحصل عندنا عجز في العمالة. محتاجين اكاديميات للتدريب لتخريج بنات وولاد عندهم خبرة وخلفية كبيرة في تعبئة الحصلات الزراعية. انت الثابت عندك كام والمتحرك كام او المؤقت كام؟ احنا عندنا حوالي 70 موظف ثابتين، وعندنا العمالة المؤقتة اليومية بيبقى في حدود 100 بنت ل 120 بنت طبقا لعدد او للكمية اللي هتعبق يوميا. التحدي التاني عندنا دعم تصديري. الدولة عملت كذا مبادرة عشان ترد الاعباء للمصدرين. احنا بنتحمل اعباء كتيرة جدا كمصدرين. أيوة. والدولة فاهمة ده ولازم تدعمنا، عشان معانا في نفس الوقت تركيا وأسبانيا والمغرب، كل دول داخلين معانا سواء في العنب أو الموالح. دعم التصديري طبعا ده مهم جدا، لأن احنا زي ما حضرتك عارف احنا بننافس دول تانية، فالدولة بتدعمنا عشان منتجنا يبقى سعره مناسب ان احنا نخش الأسواق وننافس بلاد تانية. حصلت ونجيب عملة صعبة طبعا ونحافظ على العمالة، كل ده مهم جدا. والمبادرات اللي اتعملت فعلا مبادرات، بس هو اللي احنا محتاجينه سرعة الصرف. سرعة الصرف بتزود لنا الكاش فلو تخليها نقدر نطلع كميات أكبر. ده 5 مراحل بحوالي 30 مليار. محتاجين أكتر لسه. محتاجين أكتر. محتاجين أكتر. طيب خليني أسألك على حاجة كده، معرفش حضرتك متداخل فيها ولا لأ.
انت طبعا العلبه دي عباره عن مواد تعبئه وتغليف، ما بين ورق بنستورده، ما بين اكياس، ما بين كرتون، كل ده يا اما مستورد يا اما منتج محلي. تمام. صح ولا لا؟ وهو داخل لك حضرتك بتدفع عليه قيمه مضافه 14%. طب ما انت ما تنزلوش سوق محلي، انت بتطلع على بره. صح ولا لا؟ تمام. اسواق العالم اللي مفتوحه للمنتجات المصريه، من حقك انك ترد القيمه المضافه لانها على المنتج اللي في السوق المحلي وليس الخارجي. واخد بالك من النقطه دي ولا تمام. لا؟ تمام. احنا من حقنا ان احنا واجب علينا ندفع ضريبه القيمه المضافه الاول، ثم بعد اثبات تصديرها، يعني وهي داخله تدفع، سواء هي داخله كمواد خام استيراد او لو احنا اشتريناها من هنا. في بعض المنتجات بنشتريها من مصر زي بعض الكرتون وانواع الاكياس او البانت، بندفع عليها قيمه مضافه 14%. بعد اثبات تصديرها من حقنا ان احنا نقدم الورق بتاعها ونستردها. المحطه هنا انا شايف ان هي بعملتها، بخبرات حضرتك، بتواجدها في السوق العالمي، مؤهله ان كمياتها تزيد. الحمد لله. انت بتخطط لايه؟ انا عايز اعرف وازاي تحقق الكلام ده، وهل استفدت من مبادره البنك المركزي ولا لا؟ احنا الحقيقه من السنه اللي فاتت، من السنه 22 ل 2023، احنا السنه دي متارجتين ان احنا نضاعف حجم شغلنا بتاع السنه اللي فاتت، ومن السنه الجايه ان شاء الله عاملين بيزنس بلان ان احنا نزود حجم شغلنا من 20 ل 25%. في مبادره طبعا البنك المركزي احنا ماشيين في اجراءاتها، اللي هي 11% من 5 ل 11% مشروع متوسط طبقا لحجم والريفينيو بتاع كل شركه. فاحنا ان شاء الله داخلين فيها وقدمنا فيها، وده اكيد هيسهل لنا ويساعد بشكل كبير في دعم الصادرات عندنا اوروبا. والواردات بتاعتنا لاوروبا، صح كده؟ هل مرشحه للزياده؟ يعني باختصار، ازاي العنب ده بدل ما هو كل سنه بيلعب في رينج 130 140 الف طن، ازاي اوصله ل 200 الف طن؟ اديني روشته. بص حضرتك، هو بطبيعه الحال الطلب في اوروبا على المحاصيل الزراعيه من مصر ومن غيرها بيزيد كل سنه، اللي هم اصبح عندهم مشاكل في الري وفي الميه، عندهم مشاكل طبقا للظروف المناخيه الموجوده. حضرتك لو شفت برامج عن فرنسا واسبانيا فيها مشاكل في المياه كبيره، صحيح. فدي فرصه كبيره لينا ان احنا نزود حجم صادراتنا، وهم ما قدامهمش حلول كبيره غير ان هم ياخدوا من مصر، انها من اكبر الدول الزراعيه في المنطقه، من اقرب الدول ليهم في الشحن، ففي فرص كبيره ان احنا نقدر نزود حجم صادراتنا الزراعيه ليهم.